اليوم إن شاء الله راح نتكلم على الـ verb to be in present simple, positive, negative and question. خليكم معنا. Wow, this is excellent. Oh yeah, that's fantastic. You are the best of the best. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم مع أول درس من قواعد اللغة الإنجليزية وهو الـ verb to be in present simple. الـ verb to be هو فعل الكينونة في المضارع البسيط present simple. verb to be انقسم لثلاث كلمات يعني مشتقات منه نفسه, هي الـ am والـ is والـ are. يعني هني هذا الفعل اسمه يكون, بقى على حسب المضارع اللي بيجي معه بتتغير, يعني بيتغير لفظه. تمام, فخلينا نشوفه. مثلا subject هن الضمائر الفاعل في اللغة الإنجليزية وهن سبعة. تمام, هن ال I اللي هي أنا, he هو, she هي, it هو أو هي الغير العاقل. بعدين بيجينا they اللي هي جمع ال he وال she وال it. تمام, للعاقل أو غير العاقل. بعدين بيجينا ال we اللي هي جمع ال I اللي هي نحن. بعدين بيجي اليوم اللي هو أنت أو أنتم, جمع أو مفرد تجي أنا أنت أو أنتم اليوم. طيب خلينا نشوف الـ verb to be مع الـ subject. الـ I شو بناخد معه؟ في حدا بيعرف؟ very good, ناخد الـ am. طيب مع الـ he والـ she والـ it شو بنحط؟ بنحط أيوة الـ is, very good. طيب مع الـ they, we, you, أيوة نحط ال R, very good. طيب معناها نحن إذا قلنا في جملة مثلا قلنا I am from Italy, معناها أنا أكون من إيطاليا. He is from Italy, هو يكون من إيطاليا. They are from Italy, هم يكونون from إيطاليا. تمام, أحيانا إحنا باللغة العربية بتقول ما بدي أقول أنا أكون, أنا ما بقول أنا من إيطاليا. إيه نحن باللغة العربية بنقولها هيك, لكن هم لازم تحط ال verb to be لأنه عن طريقه بيصير النفي وبيصير السؤال, ورح نتعلم مع بعض شلون نسويهم. طيب في بقى هون الملاحظة هاي المهمة, إن في شيء اسمه contractions. contractions هو الاختصار اللي لازم تطبقه دائما لما تتعلمه. مثلا إذا قلنا هون مثلا هدول الضمائر اللي عنا, إذا قلنا هون مثلا I am, شو الاختصار تبعه؟ بيصير I'm. تمام, طيب الـ he is his, she is she's, it is its, they are they, we are we're, you are your. طيب هون الـ am مثل الفاصلة هاي محطوطة على الحرف من فوق, هي هاي علامة الاختصار. تمام, فهي اسمها apostrophe يعني اختصار. بقول لك مثلا contraction am, شو اختصار am؟ بتقول لي apostrophe m. اختصار ال is apostrophe s. اختصار ال r شو بنقوله؟ ايوه apostrophe r e, very good. معناه هون نحن صار عنا الجمله فيها اختصار, صرنا نقول I'm from Italy, he's from Italy, they're from Italy, you're from Italy. ما بقى نقول بقى مثلا I am from Italy, he is, لا, هون تطورت اللغة معنا وصلنا نحكي بالاختصارات. تمام, فهاي بتقوي لك اللغة تبعيتك. هذا تقريبا كل شيء على البوزيتيف. اوكي, خلينا نشوف اللي بعده هو النيجاتيف. شلون بنسوي الجملة النيجاتيف اللي هو النفي؟ النيجاتيف دائما بيكون الفيرب تو بي تيجي بتحط بعده النوت. وين مكان الفيرب تو بي؟ بس شفت الفيرب تو بي اللي هي is am are, بدك تحط بعدهم النوت. تمام, خلينا نشوف مثلا مثال. قلنا مثلا I am from Italy, شو بنسويها؟ نيجاتيف. هذا الفيرب تو بي, بس بنيجي بعده وبنحط النوت, بتقول I am not from Italy. تمام, موضوعها بسيط جدا. طيب اذا قلنا جملة تانية he is from Italy, النفي تبعه بقوله ها he isn't from Italy, very good. طيب مثال اخير نقول مثلا they are from Italy, negative, ايوه ها very good. بنقول they are not from Italy, very good. طيب خلينا نشوف موضوع الاختصار.
الاختصار again contractions بينقسم لنوعين، تمام، او طريقتين، مو نوعين، طريقتين. يا اما بيجي subject، sub طبعا هو الاختصار، sub اللي هو معناه subjects لان الضمائر الفاعل، تمام، subjects مع الverb to be والnot لحال، او subject لحال ال be والnot مع بعض، تمام. شلون يعني؟ خلينا نشوف. عنا الضمائر I, he, she, it, they, we, you، تمام. إنما subject وال be مع بعض معناه أكيد رح يكون في اختصار I'm, he's, she's, it's, there, we're, you're. طيب not لحالة معناها تقول I am not, he is not, she is not, it's not, they're not, we're not, you're not. Very good. معناها صار ال not لحال وال I'm مع بعض، تمام. طيب الطريقة الثانية شلون بدها تصير بقى؟ بنقول subject again مع بعض، مثلا هون قلنا ال subject لحال وال be وال not لحال. طيب خلينا نحط ال verb to be I'm, he is, she is, it is, they are, we are, you are. طيب شلون بدي يصير بقى ال هون الطريقة الثانية؟ ان هون you're not، فهون بدها تصير you aren't. We're not بصير هون we aren't، وهو نفس الشيء they aren't. It is it isn't. She is she isn't. He is he isn't. I am I amn't. صح؟ هون لا، هون ال I لها طريقة واحدة فقط، تمام، ما بصير تقول I amn't. اوكي، فهون تقول I am not فقط. الباقي الضمائر كلهم عندهم طريقتين الا هاي عنده طريقة واحدة فقط. اوكي اتفقنا. طيب شلون بدنا نطبق هالموضوع مثلا على الجملة؟ اذا قلنا هون مثلا، خلينا نروح على الجملة هاي، he is not from Italy، ما حدا بيحكيها بهالطريقة، فشو بنحكيها؟ بنقول he isn't from Italy. هون طبقنا، حطينا الverb to be والnot مع بعض. او بتحب الطريقة الثانية بتقول he's not from Italy، فالطريقتين صح 100%. اوكي، بتحب تطبق هاي، بتحب تطبق هاي، وتمشيون على جميع الضمائر حتى على they are، تمام. الا هون عندنا ال I am not في طريقة واحدة اللي هي I'm not، مثل ما حطيناه هون. اوكي، هذا تقريبا كل شيء عن نيجاتيف. خلينا نشوف اللي بعدها واللي هي سؤال. ال questions، ال questions فيها طريقتين، تمام، او يعني بنقسم الى WH question او yes no question. خلينا نشوف WH question لان هي اسهل، تمام. هي ال what when who where why etc. فهون WH question معناها السؤال اللي بيبدأ بال WH word، اللي هي كلمة السؤال اللي تبدأ بال WH. اوكي، طيب خلينا ناخذ مثلا مثال على الوات. اذا قلنا هون what is your name، تمام، what is your name، لازم نسويها اختصار، ان احنا نقول what's نفسه contraction is، تمام، your name. الاجابه تبعها حتصير my name's ناصر. نفس الشيء هون is حتى يسوي اختصار my name's ناصر. اوكي، اعطيت اجابه مطوله، تمام. طيب خلينا نشوف على where. إذا قلنا where are you from، where are you from، تمام، اختصار تبعه where are you from. طيب I'm from Syria، I'm from Syria، كمان نفس الشيء اختصرنا. لكن هون في نقطة، إن هون ال R ال R شو في النطق بيصير إنك تقول where are، لكن في لما تكتبها ما بصير تعمل اختصار. ال is تسوي اختصار، ما في مشكلة مع ال what مع ال wh word، لكن ال are ما بصير انك تكتبها مختصرة، بس بتقولها ما في مشكلة. اوكي، طيب خلينا ناخذ سؤال اخير مع ال who. who is he، who is he يعني من هو، من يكون هو، فهنقول الاختصار who is he، who is he. اوكي، تصير احسن.
الإجابة he's my brother. كمان ما بتقول he is my brother. خلاص صرنا نحن عم نتطور شوي بشوي، فبدنا نستعمل بقى هون الاختصارات دائما. he's my brother. اوكي، فنكتب الملاحظة هون اللي حطيناها عنا ان الكونتراكشنز، الاختصارات question words اللي هي كلمات سؤال اللي تبدأ بال WH زائد ال R اللي هي اختصار ال R في الرايتنج، لا ها ال R في الرايتنج لا، pronunciation لما تيجي بدك تقول يعني تحكيها ما في مشكلة، بنقول where are you from، لكن في الكتابة لا. ال S مع ال is question words WH زائد ال S مع الرايتنج او البرونسيشن ما في مشكله، انت حر فيها. تمام، انت هون واتس يور نيم كتبناها وقلناها ما في مشكله، لكن مره ثانيه الار قاعديا ما بصير تكتبها مختصره. اوكي، هذا بالنسبه للدبليو اتش كويشن. ننتقل لليس نو كويشن. اليس نو كويشن خلينا ناخذ مثلا جمله هي از ا دكتور. تمام، طيب شو بنسوي اصلا سؤال؟ في حدا بيعرف؟ ايوه تمام، معناها شو بدنا نسوي هون؟ احنا بدنا نكتب is he a doctor، نجيب الفيرب to be في البدايه قبل subject، نحطه في البدايه is he a doctor. تمام، طيب شو الاجابه تبعيته؟ بدها تصير yes he is. اوكي، yes he is. طيب والنفي؟ بدنا نقول no he isn't، no he isn't. اوكي، طبعا احنا قلنا ممكن في طريقتين للنفي، ممكن نقول no he isn't او no he is not، شو اللي بريحك انت بتقوله ما في مشكلة. تمام، طيب في ملاحظة هون، اذا قلنا احنا yes he is، طيب ليش ما عملنا اختصار هون؟ طيب نكتبها yes he is مو احسن؟ لا، هون لا، في الاجابة ما بيصير. هاي شو اسمها الإجابة؟ طريقة الإجابة هاي اسمها short answer، يعني الطريقة هاي short answer. ليش short answer؟ لأنه أنت بتجاوب إجابة قصيرة يا yes يا no، مو مثل هون إذا لك واحد what's your name بتقول له my name is ناصر، ما حدا بيقول لك what's your name بتقول له yes أو no، هاي ما إجابة قصيرة، هاي إجابة طويلة، لكن هون أنت عم تعطي إجابة قصيرة. ففي short answer، في positive answer اللي هو yes answer، تمام، ما بصير اختصار. اوكي، هاي معلومة لازم تنتبه لها، ما بصير الاختصار. طيب في النيجاتيف، نحن قلنا هون طريقتين للنيجاتيف، نو هي ازنت او نو هي از نوت. طيب نحس نكتبه بدون اختصار كمان، نو هي از نوت، لا النفي لازم اختصار، بالعكس النفي شو لازم اختصار. تمام، فهاي شغله هون احنا هون ملاحظه تعلمناها، ان في البوزيتيف في الانسر يس ما بيصير اختصار، في جميع الشورت انسر اي يس نو كويشن بيجيك لقدام، في كتير قواعد يس نو كويشن شورت انسر، اي اجابه بيس لا تختصر، اي اجابه بنو لازم تختصر. طب واحد بيقول لي استاذ، طب انا اذا قلت نو هي از نوت يعني غلط؟ هي بتنفهم ما في مشكله، تمام، لكن كتابه غلط، لازم ان انت تكتبها مختصره. اوكي، طيب خلينا ناخذ مثال ثاني. they are doctors، هون الجمع they are doctors. تمام، طيب شو الإجابة تبعيتها؟ بقول لك هون آسف، شو السؤال تبعها؟ are they doctors؟ نفس الشيء، جبنا ال are حطيناها في البداية وال they في النهاية في بعدها، يعني بس بدلنا الطريقتين، فقلنا are they doctors؟ شو الإجابة هلا؟ الإجابة نفس المبدأ، ها أيوة، نقول yes they are، نستعمل نفس الضمير yes they are، ونفس ال verb to be، والنفي نقول no they aren't، no they aren't، أو الطريقة الثانية اللي هي no they're not، فأنت شو بتحب تستعمل ما في مشكلة. أوكي، ونفس الشيء بتطبق عليها هون، ال yes لا تختصر والنيجاتيف لازم دائما تختصر. تمام، طيب الأخيرة، تمام، الجملة الأخيرة هي you are a doctor، you are a doctor، شو السؤال تبعه؟ بنقول نحن أيوة، شو بنقول؟ are you a doctor، are you a doctor،
معناه نحن سبقنا نفس الشيء الار حطيناه في البدايه وبعدين بدلنا بس بين الفيرب تو بي والسبجكت. تمام. طيب شو الاجابه بدها تصير هون؟ بصير يس اي ام، يس اي ام، وكمان نفس الشيء ما بصير تختصر، ما بتقول يس ايم. اوكي. طيب نيجاتيف الاجابه بالنفي، نو اي ام نوت، نو اي ام نوت مختصره. طيب والطريقه الثانيه اذا قلنا No, I amn't. نحن قلنا انه الام لها طريقة واحدة فقط في النفي. تمام؟ فهذا كل شيء عن الـ question. اهم شيء الملاحظات اللي قلناهم في الـ WH question انه الـ R لا تختصر في الكتابة وتختصر في اللفظ، وهي بالاصفر مكتوبة هون على جنب عشان الكل ينتبه لها. وفي الـ short answer الـ yes ما فيها اختصار، النيجاتيف الإجابة نو دائما اختصار تطبق على جميع الضمائر. تمام. هذا كل شيء عن البريزنت سيمبل مع الفيرب تو بي، بوزيتيف نيجاتيف اند كويشن. اتمنى يكون الشرح سهل، واذا في اي سؤال اي استفسار اكتب لي تحت في تعليق وان شاء الله راح ارد عليك في اقرب وقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.